فجر المنتخب الروسي مفاجأة مدوية بإقصائه المنتخب الإسباني بطل العالم عام 2010 من الدور الثمن النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح بأربع ركلات لثلاث. المنتخب الإسباني كان السباق لافتتاح التسجيل بواسطة سيرجي إغناشيفيتش بخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يعادل أرتيم زيوبيا النتيجة لأصحاب الأرض، وبقي التعادل سيد الموقف ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الروسي بأربع ركلات لثلاث. معنا الآن محمد حسن مراسل تلفزيون العربي في موسكو. لنا أن نتخيل فقط محمد، كيف هي الأجواء في موسكو وباقي المدن الروسية بعد هذه المعجزة التي اجترحها المنتخب الروسي اليوم؟ بالفعل هي تلك المعجزة أو الحلم الذي تحقق. الروس لم يكونوا بأنفسهم يؤمنون بأنهم قادرون على التغلب على أبطال العالم، على فريق إسبانيا، الفريق الذي لديه يعني تاريخ وخبرة ويعتبر من المنتخبات القوية. الفريق الروسي كان قد سجل 8 أهداف ولكن على فرق أضعف بكثير، والتعويل كان على المشجعين الروس بالفعل. لذلك كما ترون الآن يعني هم يعتبرون أن هذا أنهم جزء من هذا النصر وأنهم بالفعل ساعدوا في تحقيق هذه المعجزة. ملعب لوجنيكي يتسع ل80,000 شخص، كان بالكامل 78,000 مشاهد يتابعون، مشجع يتابعون المباراة من داخل الملعب، بالإضافة إلى ملايين الروس عبر شاشات التلفاز. الشوارع في العاصمة الروسية وفي كل مكان كانت خالية، الجميع كانوا يتابعون هذه المباراة. واللحظة اطلاق صافرة الحكم نهاية المباراة، او بالاحرى عندما صد الحارس ايغور اكينفييف ركلتي ضربات الجزاء، انفجر الجميع هنا وبداوا يتوافدون الى هنا الى امام اسوار الكرملين ليحتفلوا، وها هم على الساعة الرابعة الى التوالي لا يهدؤون ولا يكلون ولا يملون. روسيا روسيا، وإيغور أكينفييف الحارس أصبح طبعا بطل قومي في هذا البلاد. على الصعيد الرسمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الفريق، وكما اتصل بالملك الإسباني. المدرب الإسباني قال أن هذا الفوز كان بضربات الجزاء بالأحرى هي حظ، والحظ ابتسم اليوم للفريق الروسي وتقبل طبعا هذه النتيجة بروح رياضية. يوم تاريخي بالنسبة لروسيا، يوم تاريخي بالنسبة للمنتخب الروسي الذي لأول مرة بتاريخ المنتخب الروسي وليس السوفيتي ينتقل إلى مرحلة الربع النهائي، ولأول مرة يسجل فوز على المنتخب الإسباني منذ عام 1971 حينها طبعا كان فريق السوفيتي. نعم، عادة نستمع منك إلى الأخبار العاجلة، الآن أنا أنقل لك خبرا عاجلا. الكرواتيا تمكنت من الفوز على الدنمارك بركلات الترجيح في نيجني نوفغورود. كرواتيا نعم، هذه ملحمة أخرى بعد ركلات الترجيح. هذه المباراة صحيح اليوم هو يوم ركلات الترجيح، طبعا من بعد اليوم لن يكون أي تعادل، هي ركلات الترجيح ومن ينتقل. مباراة أيضا كانت جدا مثيرة، ولكنها طبعا كانت في ظل الاحتفالات التي يقوم بها المشجعون الروس، ولم يتابعوا هذه المباراة إلا من هو مهتم بالفعل بالشأن الرياضي والمتابعين الرياضيين. على كل انتهت هذه المباراة بفوز المنتخب الكرواتي، وهذا ما يضع المنتخب الروسي أمام محنة أخرى صعبة. المنتخب الكرواتي كان قد سحق المنتخب الأرجنتيني ب3 أهداف نظيفة بالمرحلة الأولى، والآن سيواجه المنتخب الروسي، هو منتخب أيضا قوي. الاستعدادات البدنية للمنتخب الكرواتي لا تقل عن الاستعدادات للمنتخب الروسي. طبعا المنتخب الروسي اليوم طوال 120 دقيقة كان يدافع عن مرماه أمام الضغط الإسباني، ولكن يجب أن نقول أنه تمكن من صد جميع الهجمات الإسبانية وحافظ على نتيجة التعادل إلى الدقيقة 120. انتهى هكذا بضربات ترجيح، روسيا تقابل كرواتيا في المرحلة القادمة. بهذا انتهى اليوم التالي، وغدا لدينا يوم آخر، وبالتأكيد سنتوقع مفاجآت أخرى في هذه البطولة العجيبة والحبلى بالمفاجأة. شكرا جزيلا لك محمد حسن مراسل التلفزيون العربي